سؤال آخر، هل إرجاع الدين بالقوة الشرائية بعد أن كان 100 دينار أصبح 3000 دينار قوته الشرائية؟ إخواني في الله، قد لا يفهم بعض السامعين السؤال، ولكن معنى السؤال أن رجلا استقرض من آخر 100 دينار أو 1000 دينار قبل 20 سنة، ثم هذا 1000 مر عليه 20 سنة فأصبحت قوته الشرائية عن 5000، وهذا الشخص هناك صورة أخرى أيضا مذكورة كثيرا، وهي أن قيمة القوة الشرائية تضعف بسبب الحروب. فمثلا بعض البلاد المجاورة كان الدينار الأردني يأتي 66 ليرة، نعم هي جارتنا دمشق سوريا، فكان الدينار الأردني يأتي 66 ليرة، وكان الدولار يأتي بكم؟ 50. فأصبح الآن الدولار كم يأتي؟ فوق 3000. انظر، من 50 ل3000، كم ضعف؟ 60. ما في مقارنة. فأنا عندما أقرضتك 10000 دولار بالقيمة السورية تريد أن ترجعها لي الآن 10000 × 60، 50 دولار أو ما شابه. فانظر، 10000 × 60 معناته أنت ما أعطيتني شيء يذكر، 150 دولار ل10000 باعتبار لم تدفع شيئا. فما هو الحل في مثل هذا؟ الحل هو كالآتي: أن يكون هناك تقدير للقيمة الشرائية في البداية وفي النهاية، ويحصل بين الطرفين تقارب وتراضي وتسامح. لا يوجد حل إلا بهذه الصور الثلاثة، لأن ذاك الشخص أيضا عندما يريد أن يسد هو أيضا تعرض إلى مثل هذا الأذى، لكن ليس بكماله، وقد ينتفي الأذى إذا كان في دولة أخرى. مثلا إخواننا السوريين باعوا بضاعة لأردنيين ب10000 دولار، والأردنيون باعوا البضاعة بالعملة الأردنية، فلم يتغير عليهم أي شيء وقبضوا أموالهم. الآن عند السداد يسدوا بالليرة السورية فتصبح مبالغ تافهة الذين يريدون أن يسدونها. وقد يقول حصل هناك بعض التضرر، نزلت الأسعار، الضارب صار مضاربات. طيب يا أخي، في خصم، في تقارب، في عرف، في تسامح، في تراضي، في تقارب. إذن هذا هو حل مثل هذه الحادثة التي نسأل عنها كثيراً.